لحظة ابدأ. نزل أضربه واحد من الطفل الصغير وأنا ما قبلت. جبته أضربه. من اللي ضربهم؟ والله ما أدري. يعني ناس مدنيين لو؟ مدنيين. زين. هاي بطاقية النظام الجديد. هذه اليوم مساحة التحرير؟ هي اليوم مساحة التحرير. زين شنو كانت؟ ايش جد طالبون انتم يعني كمتظاهرين؟ مطالب عادية. اللي هي؟ اللي القصاص من دول القتلة. نعم. مطالب الشعب، تحقيق الخدمات. نعم. هذه اللي طالبت العالم. يريد حقوق. وهذول من اللي سووا؟ هم ناس مدنيين يعني اللي سووا هذا الشيء؟ هذول جاي من المحافظات. تابعين للمالكي. اللي هو لابسين سوري باراس. لابسين زي شيوخ العشائر. هذا ماجد الساعد. ماجد الساعد. زين؟ مدنيين. زين. هو لازم يكون قياد. وانسحبتوا انتم كمتظاهرين من الساحه لان عددهم كان كبير، صح؟ زين. الو زين، عندك شيء تريد تقوله تضيفه باعتبارك انك تشاهد عيان موجود؟ التوظيف من ليله امس. التوظيف كان من القطع اللي الفليكسات اللي على الشارع موجوده، التصوير والمنتج مال الصور في سبيل عرضه. التعدي اللي صار، احنا شاهدين عيان ونقسم بالذي رفع السماء بغير عمد. اصحاب العقر مع الاسف زين، هوايه من اصحاب العقر، هذا العقار اللي نعتمد عليه، العقار اللي يقول لازم تختلف سده، العقار اللي ينصفك، العقار اللي ينهض بيك، هذا العقار العراقي المعروف المضروب به المثل، يوصل لهذا المستوى بحيث على مود بضعه دولارات كم دولار انتقم من اهلي. وارادوها حرب بين المتظاهرين وبين الناس اللي يجوا يدخلوا على المبادره. واضح. والأكثر من هذا عندنا يعني شخص معوق، الاعتداء اللي صار عليه اعتداء سافر وصارخ وغير مقبول. يعني حتى اكو اعتداءات صارت على معاقين مشاركين بالتظاهرات. على النساء، على النساء، وحده منهم هذه ست سنوات هسه راحت صعدناها بالسياره. أي. وتصورت المره داخل شو اسمه الفضائيات ممنوعه، التصوير كان مختصر على مجموعات معينه زين في سبيل تمويع وتشويق المظاهره. نعم. شكرا جزيلا.